قواتنا اتبعت في هذا الأمر، ومعها قوات شرطة مدنية، الوسائل المستخدمة لديها سلميا بالتدريج، من قنابل مسيلة للدموع، من رصاصات فيشنك لإحداث تأثير المعنوي ضد المتظاهرين. هناك في الشرطة استخدام لرصاص الخرطوش أو بنادق الخرطوش، ولكن الموقف يختلف دائما عندما يبدأ الوضع في تهديد على أرواح الجنود القائمين بدفاع عن منشأة أو وحدة حيوية، لأن الوحدة العسكرية أو المنشأة العسكرية المهمة الوطنية الموكلة للجندي بحماية هذا المكان عند تعرض حياته للخطر، فهو مصرح له في هذا الحين أنه ممكن يستخدم ذخيرة حية. القوات المسلحة بترى أن مستقبل وخريطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري والقوى الوطنية ودعمتها القوات المسلحة هي بتشمل جميع طيارات هذا الوطن وجميع شباب هذا الوطن، وأنه مستقبل للجميع بدون استثناء أو إقصاء. وتعهدنا فيه بأنه لا ملاحقات أمنية لأي فرد لفكر سياسي معين أو خلاف سياسي معين، وأكدنا أن هذا الخلاف ليس خلاف دينيا على الإطلاق، وأن مستقبل مصر يبنيه جميع أبناء مصر، وأن الإخوة من التيار الديني هم لا أحد شكك في وطنيتهم ولا أحد شكك في انتمائهم لهذا الوطن، هم جزء من هذا الوطن وجزء من نسيجه الوطني، ومستقبل مصر سيبنى بسواعد كل أبناء مصر. هناك سيطرة تامة على محور الطرق الرئيسية في سيناء وتقاطعات الطرق، هناك دوريات استطلاع مستمرة سواء دوريات جوية أو دوريات بحرية، ففي جهود موجودة في سيناء منذ أغسطس الماضي. إحنا لدينا من حسابات وقدرات إن إحنا نبدأ نتعامل مع الموقف في التوقيت المناسب زي ما أشرت لحضرتك، لأن إحنا مؤمنين لدينا من الإمكانيات وقدرات ما يمكن حسم هذا الأمر.